بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين آمين. الباب 91 بعد 100 من الكتاب السادس، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان والاحتفاء بليلة النصف من شعبان بعبادة زائدة عن سائر الليالي. اختلف فيه العلماء، منهم من قال أنه لم يرد فيها حديث صحيح وبالتالي فهي كسائر الليالي، يعني لا يحتفى بها دون سائر الليالي. إن كنت تقيم الليل في سائر الليالي فقم هذه الليلة، وإن كنت لا تقيم الليل فلا تتعمد في هذه الليلة شيء معين، ولا يوجد لها عبادة مخصوصة يعني. ومنهم من ذهب إلى أنها وردت فيها أحاديث، وإن كانت ضعيفة إلا من كثرتها صارت حسنة لغيرها، فغلب عند العباد والصوفية الاحتفاء بها. وكذا علماء الحديث الذين يعملون بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فكانوا يحتفلون بها ويهتمون بها ويجتمعون للدعاء فيها والصلاة فيها. لكن البدعة أن تتخذ فيها صلاة مخصوصة، هذه هي البدعة التي نهى عنها الإمام النووي وغيره، أن يتخذوا صلاة معينة يسموها صلاة الرغائب أو شيء من هذا، كانوا يصلوا فيها 100 ركعة في الشام زمان أيام الإمام النووي بالظبط. فقال إن دي بدعة مذمومة، يعني لا تحدد عدد ركعات معينة ولا حتى تحدد سور معينة تقرأ بها، لأن التحديد معناه تشريع ولم يرد في الشرع تحديد، وبالتالي يطلق فيها العبادة مطلقا. فإذا أردت أن تصلي صلي بلا عدد معين على حسب نشاطك، فإن أردت أن تصلي 11 ركعة اللي هما في كل ليلة ما فيش مانع، ولا تتخذ صلاة مخصوصة فتكسر فيها مثلا صلاة تخلي فيها 4 سجدات في الركعة، ما ينفعش كده تبقى ابتدعت، لابد أن تبقى الصلاة على نظم الصلاة المعتادة، فلا تغير نظم الصلاة المعتادة وتقول أن هذا كل دي تبقى بدعة من جهلة العباد. وعلى شكل نفر كثير من العلماء من جهلة العباد الذين ابتدعوا فيها عبادات مخصوصة وجعلوها خاصة بهذه الليلة، لكن يتعبد فيها بسائر العبادات الواردة عن النبي من مطلق ذكر الله، قراءة القرآن، إطعام الطعام، الاجتماع للدعاء، الاجتماع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لسائر المسلمين وغير ذلك مما هو مشروع في سائر الأيام. واختلف العلماء، هل هي المقصودة في قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين سورة الدخان، هل الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان أم هي ليلة القدر؟ أغلب المفسرين على أنها ليلة القدر، قلة قليلة جدا هم الذين قالوا إن الليلة المباركة في سورة الدخان هي ليلة النصف من شعبان التي فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، لورود أحاديث وإن كانت ضعيفة الإسناد إلا أن الأمة تلقتها بالقبول في الغالب الأعم، أنه فيها يقدر الآجال. ولكن على أي حال بيقول إن أنزلناه، وربنا بيقول على ليلة القدر إن القرآن نزل في ليلة القدر، فإزاي يبقى نزل في ليلة القدر وليلة النصف من شعبان؟ فقال لك تبقى ليلة القدر لأن فيها إنزال القرآن. العلماء التانيين قالوا لا، ده إن القرآن نزل مرتين، نزل من بيت العزة إلى اللوح المحفوظ، فهذا الإنزال كان في ليلة القدر، ثم نزل من اللوح المحفوظ على قلب نبينا في ليلة القدر، فهناك إنزالان، فيبقى إيه إنزاله في ليلة النصف من شعبان كان إنزاله في الملأ الأعلى من بيت العزة إلى اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك إنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم
كان من اللوح المحفوظ إلى قلبه صلى الله عليه وسلم بالوحي، فكان في ليلة القدر. وهذا الخلاف تلاقيه موجود في كتب الفقه. اللي بيميل للعبادة كالصوفية يحتفلوا بها، واللي يميل بأنه لا يعمل إلا بالحديث الصحيح لا يحتفل بها ويعتبرها كسائر الليالي. لكن الخطأ إن ده ينهى الآخر، هو ده الخطأ بقى. وإن الذي لا يحتفل بها يبدع الذي يحتفل بها، هذا هو الخطأ. أنت لا تريد أن تحتفل بها لا بأس، ولكن لا تذهب إلى المساجد وتمنع الناس من الاجتماع فيها، وإلا بتمنع ذكر الله عز وجل، لأنه مطلوب في كل حال. ربنا يقول اذكروا الله كثيرا، فإذا اجتمعنا في أي وقت نذكر الله لما تنهانا عن هذا الوقت؟ فيقول لماذا تجتمعون الآن؟ طب لو اجتمعنا بعد الآن هتقول برضو بعد ذلك لماذا تذكرون الله الآن؟ فكل آن يأتيه آن، وبالتالي إذا منعتنا عن ذكر الله الآن فأنت تمنعنا عن ذكر الله في كل آن. وده اللي بيقع في الوهابية والسلفية، إن هم يمنعوا الناس من ذكر الله في آن معين. لماذا هذا الآن؟ ما احنا لو اخترنا أي آن آخر سوف تمنعنا، فأنت سوف تمنعنا في كل آن. واضح؟ وبالتالي ليسوا على طريقة سديدة. لهم أن يعتقدوا ما شاءوا لا بأس، الأدلة كثيرة وكل له وجهته في فهم الأدلة لا بأس، لكن أنك تلزم الناس على فهمك وتعتقد أن غيرك الذي عمل غيرك هو بدعة ضلالة وليس حتى له حق الإسلام، هذا هو المشاحنة التي نهى رسول الله عنها. حتى إن في هذه الليلة يغفر لكل إنسان مسلم يستغفر الله إلا مشاحن، وهم مذهبهم قام على المشاحنة، يعني إلا لوهابي، لأنهم مذهبهم قام على المشاحنة، لأنهم يشاحنون جميع المسلمين ويعتقدون أن جميع المسلمين وأغلبهم ما لم يكن متمذهب بمذهبهم ويفهم فهمهم أنه ضل مضل للأسف. فعليهم أنهم يتبرؤوا مما هم فيه، وإن كانوا يريدون أن يلتزموا بمذهبهم فليعتبروا أن هذا فهم بجانب فهوم أخرى، وقد يكون الفهوم الأخرى صحيحة وقد تكون خطأ، ولكنها كلها في دائرة الإسلام. باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. مذهبنا نحن أننا نحتفل بليلة النصف من شعبان، هذا هو مذهبنا وما نحن عليه وما وجدنا عليه مشايخنا الذين تعلمنا منهم الدين، السيد عبد الله الصديق الغماري، الشيخ الحافظ التيجاني، الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم، الشيخ إسماعيل صادق العدوي، كل مشايخنا اللي احنا عرفناهم وتربينا على أيديهم منذ يعني صغر سننا كانوا يحتفلون بهذه الليلة ويبتهجون بها ويجتمعون على ذكر الله فيها وعلى الصلاة وقيام الليل فرادى وجماعات، يعني إن لم يتيسر الجماعة كانوا فرادى على الأقل. وسيدنا عبد الله الصديق الغماري مات في ليلة النصف من شعبان رحمه الله تعالى سنة 1413 هجرية، فهي ليلة مباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أن نعبده في كل نفحات الخير التي ينفحها لعباده، وأن يعنا على ذلك. باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سننه الحديث 51 بعد 400 يقول حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن أبي سبرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. حديث ضعيف الإسناد إلا أن العلماء أخذوا به لما فيه من فضائل الأعمال. يبقى المطلوب صيام نهارها، وصيام نهار كل ليلة 15 من كل شهر عربي واردة في الصحيح فلا بأس، لأنها أصلا تندرج تحت الورود العام في الأحاديث الصحيحة الصريحة.
في أن النبي كان يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فلا بأس من صيام نهارها، بل هو سنة، لأنه سنة في كل شهر. فمش معقول نيجي في شعبان بقى نقول لا مش سنة في شعبان. اللي يقول بقى كده وعايز يستثني شعبان من سنية الصوم 15 يبقى يجيب دليل، هو بقى هو اللي عليه يجيب دليل. لكن هو مطلوب أن تصوم على سبيل الاستحباب نصف كل شهر عربي من جميع الشهور العربية، نصفها مطلوب أنك تصوم، فلا بأس. لكن هما الجماعة الوهابية مجرد يشوفك صايم نص شعبان يا كأنه شاف شيطان رجيم، شيء عجيب يعني. مرة من عدة سنوات كنا في المستشفى وكان عندي عمليات، وكان ليلة يوم النهار النصف من شعبان، والحمد لله كل البنات بقى الحكيمات العيال صايمين، الحمد لله صائمات وفرحانين بأنها ليلة النصف، واحنا صايمين للدكاترة اللي هم غاوية انها تصوم العبادة دي. بس انا لقينا دكتور وهابي جاي بيقول لهم ايه ده صايمين؟ ما وراتش الحكاية دي. وراح طالب الكافيتيريا جاب لهم ايه يشربوا حاجة ساعة على حسابه، ففطرهم كله وكده بيتعبد الله. شفت التصرفات الغريبة الشكل. العيال بعد ما كانوا جايين لابسين الاشارب وقاعدين بيقروا القرآن ومبسوطين، شربوا الحاجة البيبسي وقعدوا يجروا ورا بعض يتعلموا ويهزروا. وكده بقى عمل السنة الحمد لله، استراح ودخل بقى يشتغل. فتفكير غريب الشكل يعني، أساليب غريبة عجيبة الشكل. فالواحد المفروض لا يبالغ في ايه. وبعدين لازم المنكر يكون متفق عليه. انت شايف الصيام منكر، طب انت شايفه كده لكن مش متفق عليه، غيرك مش شايفه كده، يبقى اسكت اسكت وداري خيبتك، مش تبقى خيبة وبعدين يكشفها كمان. لكن هو هذا المذهب للأسف انتشر انتشار فيروس سي، فأصبح يعني بقى ايه زي الإيدز كده، زي الوباء بقى، وباء كده انتشر في عقول كثير من المسلمين في جميع أجناس الأرض. سبحان الله حاجة غريبة، تروح الهند تلاقي منهم وهابية، تروح مش عارف ليبيا تلاقي منهم وهابية، تروح مش عارف استراليا تلاقي منهم وهابية، تروح حديقة الحيوان تلاقي برضو من اللي هناك وهابية. حاجات غريبة يعني، تروح أي حتة تتخبط فيهم. إيه اللي نشروا كده؟ كأن واحد عطس عطسة طلع منها فيروس وهابي انتشر في الكرة الأرضية، وأصبح الناس كلها بتستنشق هذا الفيروس. منهم من مرض، ومنهم من هو يحمل الفيروس، ومنهم من عافاه الله. فربنا ينجينا من هذا المذهب العجيب الغريب اللي هو يتأذى من رؤية العباد والذاكرين، ولا يتأذى من رؤية الغافلين. فشيء من عجيب يعني، في منهم اللي يشوف السبحة كأنه شاف في إيدك صليب، لو شافك ماسك سبحة كأنه شافك ماسك صليب، إيه ده بقى السبحة زي الصليب. فشيء عجيب يعني، المبالغة في هذا المذهب تؤدي إلى إيه؟ النفور من ذكر الله عز وجل. فنسأل الله العافية. وعنه به قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قالوا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع. ده النبي بيزور القبور في عز الليل، إيه ده؟ الحمد لله ما كانش وهاب. عندهم اللي يزور القبور يبقى قبوري، وقبوري عندهم يساوي مع عباد القبور يعني مشرك. لما يقول لك قبوري يعني مشرك في اعتقاد نفسه، دي مصيبة، مصيبة كبيرة. وطول عمر المسلمين يزوروا الموتى وزيارة الموتى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. النبي يقول فزوروها وهم يقول لا قبوري. شوف قد إيه، ويدعوا أنهم أهل سنة وأهل جماعة، ولهم سنة ولا جماعة، ولكنهم مرض أصيبت به الأمة في هذا الزمان. فنسأل الله أن يعافي الأمة من هذا المرض. قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع. والله لو حد عرف فيهم أن احنا رحنا زرنا القبور الساعة 12 بالليل لا يعمل لنا محاكمة ويقبض علينا. 12 بالليل تزور القبور يا قبوري؟ طب نروح 12 بالنهار، 12 بالظهر تروح تزور القبور،
طب الساعة واحدة الظهر، الساعة واحدة الظهر زور القبور. طب بلاش نزور القبور، يستريح. فشيء عجيب. قال: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه، فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: يا عائشة، أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني يميل، يحيف يعني يميل، يميل عن العدل، يعني يظلم. أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ليه؟ لأن الرجل إذا ذهب لغير ذات الليلة من الزوجات يبقى إيه؟ جاوز في القسم فظلم. فبيقول لها: أنت كنت فاكرة أن أنا حسيبك وأروح لواحدة تانية ليست علي ليلتها فأظلمك؟ أنا أبعد ذلك. فهمت؟ فدل على وجوب القسم، وأن الذهاب في الليل وهو الأصل في القسم إلى غير الإيه؟ المقسوم لها في ليلتها ظلم. كل ده يتاخد من هذا، وعشان كده نص الفقهاء على ذلك، انه لا يجوز الذهاب لغير المقسوم لها في ليلة ضرتها الا لضرورة وبقدر الضرورة. فان ذهب لحاجة عليه ان يقضي كل الوقت، وان زاد عن الضرورة عليه ان يقضي كل الوقت، بخلاف الحاجة لا يقضي الا ما زاد عن الايه الحاجه. على تفصيل في فقه القسم بين الزوجات في كتب الفقه، بقى ترجع باب القسم وتشوف احكام القسم. فقال: يا عائشه، اكنت تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: قد قلت وما بي ذلك، ولكني ظننت انك اتيت بعض نسائك. يعني كان سيدتنا عائشه فاهمه ان ربنا موسع على النبي، يعني ان القسم عنده مستحب مش واجب عليه، يعني هو ممكن يروح لبعض النساء في اي وقت، يعني متصوره هذا؟ وعلشان كده غارت. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اوجب القسم على نفسه، لانه لم يختص عن سائر الامه بعدم وجوب القسم عليه. وان كان بعض العلماء قال ان ايه، ان وجوب القسم عن النبي رفع بقول الله عز وجل: تؤتي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء، تأتي من إيه من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقالوا كون ربنا قال له كده يبقى رفع وجوب القسم وصار في حقه مستحب. واضح؟ ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. واحنا قلنا ينزل هنا ليس بمعنى الحركة، ولكن تجلي من الله بمعنى القرب من عبده المتوجه إليه، وهي صفة للتجلي، لتجلي الله، وليست صفة حركة كما يظن الجاهل، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن المكان وعن الزمان وعن القيود وعن التغير، والحركة أصل التغير، والله دائم باقي. فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وكلب دي قبيلة عربية كانت مشهورة بكثرة الغنم، يعني وإيه مبالغة أو حتى مش مبالغة، بيان لسعة رحمة الله عز وجل، وسعة رحمة الله أوسع من عدد شعر غنم كمان، ولكن هي على سبيل التشبيه، ولا يليق إن الواحد حتى يقول على سبيل المبالغة. ليه؟ لأن سعة رحمة الله أوسع من ذلك كمان، ولكن نقول على سبيل التشبيه ولا نقول على سبيل المبالغة، لأن رحمة الله أوسع مما يتصوره العبد، لأنه واسع كريم. فاللي يقول على سبيل المبالغة يبقى أساء الأدب، لكن يقول على سبيل التشبيه. وعن أبي قال: حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي قال: حدثنا الوليد عن ابن لهيعة عن الضحاك بن أيمن عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك، طبعا لأن الشرك يحول بينه وبين المغفرة، أو مشاحن، أو
المشحنة اللي هي وجود عداوة بين أخين في لدين واحد، اتنين مسلمين إخوة ويتشحنوا ليه؟ اتنين أخين أشقاء يتشحنوا علشان ميراث، علشان قطعة أرض، علشان دنيا تزول، ما يصحش. إذا طمع أخيك في دنيا اتركها له، سهلة، ولا تروح المحكمة ولا غيره، حكاية سهلة. ولعلمك اللي بيعمل كده ربنا بيوسع عليه، واللي بيروح المحكمة بيعيش فقير طول عمره. التجربة أثبتت ذلك. يعني اللي بيتسامح ويتنازل عن حقه لأخوه بيعيش كل الناس تحبه وأخوه بيحبه ويعيش ربنا موسع عليه ويموت غني. واللي قاعد هو عاضد على عظمة على دنيا من المسلمين يعيش فقران ويموت فقير. التجربة أثبتت ذلك. وانظر حواليك كده وليك عايش في الدنيا وإحنا عايشين معاك. هات لي واحد كان يشاحن من أجل دنيا واستغنى بهذه الدنيا، هتلاقيه مات فقير برضه. فخد بالك من هذه النقطة. لما تلاقي واحد بيعض على حاجة دنيا سيبها له وامشي، ولا تروح للبوليس، خدها السلام عليكم. عظمة وكلب عاضد عليه، تتخانق مع كلب عاضد على عظمة؟ سيب العظمة هتلاقي اللحمة في حتة تانية، وهو يبقى خد العظمة بس. فهمت بقى ازاي؟ دي الأدب اللي علمه لنا مشايخنا. مفيش مشاحنة. أسهل حاجة إنك تصاب في دنياك، أسهل حاجة. وأصعب حاجة إنك تصاب في دينك، ودينك في قلبك. هي دي أصعب حاجة بقى. إنما دنياك مش مهم، إيه يعني؟ المصريين يقول لك اللي يجي في الريش بقشيش. عوام المصريين، اللي يجي في الريش، يعني الريش يعني المظاهر يعني، الدنيا يعني. يقول إيه؟ وريشة ولباس التقوى ذلك خير. الريش اللي هو ما فيه زينة الدنيا يعني. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة، يعني يقول لك مريش، يقول لك فلان ده مريش، يعني عنده زينة الدنيا يعني. دي اللغة العامية بتاع المصريين، فصيحة اهي، قرآنية اهو. وعلشان كده المصريين يقول لك اللي يجي في الريش بقشيش، يعني مش مهم. يعني اللي يجي في زينة الدنيا ما تقلقش، المشكلة انه يجي في القلب، في دينك، هو ده المشكلة. صحيح. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يبقى المشاحنة تملي سببها إيه؟ حب الدنيا. حب الدنيا وغلبة النفس والشهوة. فاللي بيشاحن من أجل رأي، من أجل رأي ومذهب لغلبة نفسه عنده، لأنه يريد أن هو ينتصر لنفسه ولرأيه. واللي بيشاحن من أجل دنيا لغلبة الدنيا عنده. وأصل المشاحنة هي قوة النفس الشهوية وحب الدنيا. لو واحد ما عندوش الاثنين دول تلاقيه مش مشاحن، ما عندوش مشاكل، حاجة سهلة. ايه ده عاجبك القلم ده يا ابني؟ حبيبي خده، الكتاب ده حلو قوي، خده اتفضل، الجلابية دي حلوة قوي، خده. حكاية سهلة، سهلة عنده. وتلاقيه ليه؟ لأنها مش في قلبه. مش الرسول صلى الله عليه وسلم أهديت له عباءة وكان محتاجا إليها، فجاء أحد الصحابة قال اعطنيها يا رسول الله، الرسول خلعه الذهب. ما هو السنة كده، الناس اتعلمت كده من النبي. حتى الصحابة لموه، قالوا له أتطلبها من النبي وتعلم أنه لا يرد سائل وهو محتاج إليها وأنت شايف أنه محتاجها؟ قال والله لا أريدها لنفسي، ولكن أريد أن أتكفن بها بعدما لبسها النبي، تكون كفني. معروفة القصص، معروفة، كلنا بنقراها، بس إزاي نحولها إلى سلوك في الحياة؟ دي حاجة تانية، مسألة تانية. يبقى المشاحنة أصلها قوة النفس الشهوانية والحرص على الدنيا. تخلصت من العيبين دول مفيش مشاحن، خلاص تبص ربك إيه؟ يغفر لك على طول، يغفر لك وأنت نايم حتى. تبقى الناس صاحيه قاعده بتستغفر، يوم يغفر لك حتى معاهم وانت نايم، لانك مش مشاحن. شوف قد ايه. لكن المشاحن وقايم طول الليل يا رب يا رب، هو مشاحن ولا ينظر اليه الله سبحانه وتعالى. يبقى النايم غير مشاحن اعبد عند الله من القائم وهو مشاحن. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحقر احدكم صلاته بجوار صلاته، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه.
لما بطن في قلوبهم من المشاحنة والكبر والظن أنهم أفضل من غيرهم. فربنا ينجينا من هذه المسالك. وعن أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا ابن لهيعة عن الزبير بن سليم عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبيه قال سمعت أبا موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر. اختلف فيها العلماء خلاف كبير، هل هناك في صلاة شكر أصلا؟ فبعض العلماء قالوا آه في صلاة شكر، وبعض العلماء قالوا لا ما في صلاة شكر. طيب واختلف وقال طب في سجدة شكر وليست صلاة شكر، إن الإنسان يسجد إلا للشكر. بعض العلماء قالوا لا ما فيش حاجة اسمها سجدة شكر، في سجدة تلاوة آه لكن ما فيش سجدة شكر، بل سجدة الشكر عندهم مكروهة لعدم الورود. في علماء تانيين قالوا لا في سجدة شكر. انتوا ناسيين حديث كعب بن مالك الذي تخلف في تبوك، والحديث في الصحيح فلما جاءه البشارة سجد لله شاكرا، وكان في عصر النبوة، فلو كان منهي عنها لكان هاه النبي، لأنه لا يخفى عن النبي شيء، لأن لو خفي أخبره جبريل. واضح؟ سيدنا أبو بكر الصديق عندما جاءه خبر قتل مسيلمة الكذاب في حروب الردة سجد لله شاكرا. سيدنا عمر علي بن أبي طالب عندما جاءه خبر قتل ذي الخويصرة اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عليه انه هيقتله ايه هيخرج في الفئة الباغية، وانه تقتله الفئة التي على الحق، فلما وجده مقتولا في صفوف من عادوا سيدنا علي فسجد شكرا لله لانها بشارة له انه على الحق. كل ده حصل، الصحابة عملوها اهو. واضح؟ وبستعجب اللي ينكر وجود صلاة شكر، انا بستعجب صحيح يعني بيني وبين نفسي، من العلماء الكبار، في حين ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقام الليل حتى تورمت قدماه فسئل فقال افلا اكون عبدا شكورا. والحديث هو ده كان بيصلي شكر اهو، مش كده برضه؟ فازاي تنكر بقى ان في حاجه اسمها صلاه شكر؟ ما فيش صلاه شكر. لكن اتقي زله العالم، ائمه كبار مش هنقول اسماء النهارده قالوا مكروهه، وفاتهم حديث النبي افلا اكون عبدا شكورا. فالحكايه سهله، وبالتالي استقر الامر على، وهذا ما ذهب اليه الشافعي، على جواز سجده الشكر وعلى جواز صلاه الشكر عند نزول نعمه. باب ما جاء في الصلاه واستجدت عند الشكر. وعن ابي قال حدثنا ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا سلمه بن رجاء قال حدثتني شعثاء عن عبد الله بن ابي اوفى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر براس ابي جهل ركعتين. طب ما ده حديث اهو بس ضعيف، عشان كده لم يرقى عند من ذهب الى انه ما فيش حاجه اسمها صلاه شكر، لضعف الاحاديث الوارده في مثل هذه الامور. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال انبانا ابي قال انبانا ابن لهيعه عن يزيد بن ابي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبده السهمي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال لما تاب الله عليه خر ساجدا. حديث كعب بن مالك هو بتاع غزوة تبوك المخلفين. طب العلماء ما خدوش ليه؟ قال لك أصل ده حديث موقوف على كعب، حديث موقوف على كعب، لكن احنا نرد عليهم ونقول لهم ده حصل في حياة النبي، ولو كان هذا منهي عنه لأخبر جبريل النبي، فالنبي يخبر أمته أنه كان لا يجب أن يعمل كده. واضح؟ فكونه حدث في عصر النبوة في حال حياة النبي في وجود الوحي نازل للنهار ولم يتكلم عنه أحد دل على جوازه على الأقل إن لم يكن استحباب. وعن أبي قال حدثنا عبدة ابن عبد الله الخزاعي وأحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى.
وسجدة الشكر اختلفوا في من أجازوها، اختلفوا فيه هل يجب فيها الوضوء ولا هي عند نزول النعمة على أي حال، لأنها مطلق عبادة دعاء وليست عبادة مخصوصة، واخد بالك؟ طبعا سجدة التلاوة الكل متفق أنها تحتاج لما تحتاجه الصلاة من التوجه للقبلة ومن الطهارة وستر العورة وغير ذلك. أما سجدة الشكر فمن أجازها أو استحبها اختلفوا وجهتان. وجهة قالوا لا يشترط فيها الطهارة لأنها عند نزول النعمة قد تكون غير طاهر، وأنها مطلق دعاء، مطلق دعاء في حال السجود وليست هي عبادة ذاتها، لكن هذا مطلق دعاء في حال السجود، واضح؟ وبالتالي لا تفتقر لطهارة، لطهارة من الحدث يعني. وبعض العلماء قال لك لا، قياسا على سجدة التلاوة فهي عبادة مخصوصة، فإذا بشر بأمر يتوضأ، لو لم يكن متوضئا ويريد أن يسجد سجدة الشكر يتوضأ وبعدين يسجد سجدة الشكر، واضح؟ يبقى فيها إيه خلاف بين العلماء في هذا. أنا أميل يبقى متوضي أحوط، أحوط خروجا من الخلاف، لأن حال الإنسان المتوضي أكمل، وأنها تشبه الصلاة، السجود يشبه حال الإنسان في الصلاة، فأنا أميل إنه يبقى متوضئ وساتر لعورته متوجه للقبلة لما فيها من شبه لسجود التلاوة. ده هذا الميل بتاعنا، والله تعالى أعلم. باب ما جاء في أن الصلاة كفارة. اللي بينكر بقى سجدة الشكر يحاول بقى يعجز الناس، يقول لهم طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى نعمة متجددة، معنا نفضل ساجدين على طول؟ فهمت؟ فهنا المشكلة دي احنا متفقين معاك ان نعم الله متجددة بس على سائر الخلق، ما كلنا موجودين مع بعض، لكن انا بسجد للشكر لما تخصني نعمة انا دون سائر الخلق، انا نجحت وغيري سقط، فانا بسجد لنعمة النجاح، فهمت؟ انا رزقت وغيري حرم، بذكر نعمة الرزق، نرد عليهم يعني، مش هنسكت احنا يعني ولا ايه؟ لا هنرد، لكن التاني عايز يعجزك، يقول لك الله هو نعم الله متجددة عليك على طول، ده نعمة الحياة دي أجل النعم، ولولا تجدد نعمة الحياة عليك ما استمريت في الحياة، يبقى من أول ما تتولد بقى خليك ساجد لحد ما تموت، يبقى طالما أنت ما تعملش كده وده يصعب يبقى في سجدة شكر، هو عايز يستنتج كده، فهمت إزاي؟ نقول له لا، دي نعمة صحيح متجددة لكن على سائر الخلق، وسجود الشكر على نعمة تخصني دون سائر الخلق. شفت الرد بقى؟ تاخد بالك عشان مش حد يضحك عليك كده ويغير مذهبك بسهوله، لا خليك تبقى ايه ماشي على بصيره. باب ما جاء في ان الصلاه كفاره. وعن ابي قال، نقف عند هذا الحد على اي حال، لان احنا ايه قطعنا 30 دقيقه، احنا عايزين نحاول نخلي الدرس بتاعنا 30 دقيقه علشان احنا الوقت اتاخر وعشان تلحقوا ميعادكم، وعشان كده احنا بدانا نقرا نص الربع ثمن كل يوم عشان تأخير الوقت ان شاء الله، فاحنا هنمشي على ثمن ونمشي على درس 30 دقيقة تقريبا، النهاردة 33، فمعلش مراعاة للوقت الضائع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر امورنا واستر عيوبنا. اي فضل يا لا هو لاحظه ان رجليه ورمت ما نعرفش كام، يعني هو لاحظه زي ما تقول واحد صحي الصبح كده شاف رجلين النبي ورمه، فهمت ازاي؟ او احدى زوجاته لاحظت فقالوا يا رسول الله هون عليك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، قال افلا اكون عبدا شكورا. لكن مش معناه ان كان كل يوم رجله ورمه، مش كان كل يوم، لا ده تورمت مع كثرة الوقوف مدة طويلة بقى عدة أيام طويلة، واضح؟ وبتحصل لأي واحد فينا، احنا لما بنسافر عمرة بالبر ونركب الأتوبيس 20 ساعة تيجي تحط رجلك في الشبشب تلاقي رجلك ورا، تحصل يعني أي واحد بيدلدل رجله مدة طويلة يشعر إن الحكاية دي. أما نروح نزور سيدي أبو الحسن الشاذلي، إيه ده أنت بتزور أبو الحسن الشاذلي؟ إيه ده أنت قبوري؟ إيه ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يروح واخد شبشبه ويسيب الدرس مع السلامة.
احنا بنزور سيدنا ابو الحسن الشاذلي، احنا بنزور الاولياء وبنحب الصالحين وبنتوسل بالنبي، واللي عاجبه كده يقعد واللي مش عاجبه كده يمشي، بسيطه واخد بالك. فما بنيجي نزور سيدنا ابو الحسن الشاذلي بنقعد 15 ساعه في الاوتوبيس، نوصل هناك نلاقي رجلنا مورم عادي، يعني يعني شيء عادي ان الانسان اللي يد رجله مده طويله تورم، يسموها ايه الاطباء؟ جرافيتيشنال اديما، ورم ارتشاحي. جرافيتيشنال يعني جاي من جرافيتي، يعني الجاذبيه الارضيه. اديما يعني ورم. صح؟ سهله؟ والله تعالى اعلى واعلم. ايوه سيدي. لو كان جبريل يجيب المعلومات من حركات الصحابه والتعبير، لماذا لم يجيب المعلومات من العدو؟ لأن نبينا يريد أن يعلمنا الأخذ بالأسباب، لأن هتبقى في حروب بعد وفاته، فهمت إزاي؟ فبيعلمنا، بيعلمنا. وبعدين مين قال لك؟ ما جاله أحيانا، جاله في غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد، لما جاب طرق في مخ أبو سفيان يرجع تاني بالجيش يجتاح المدينة، قام الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قم بأصحابك إلى مواجهة جيش العدو، فراح لحمراء الأسد، لما عرف أبو سفيان إن المسلمين رجعوا روح. يبقى أحيانا بيجيب. وبني قريظة بعد غزوة الأحزاب مش كده؟ قال له وضعتم السلاح؟ والله إن الملائكة لم تضع السلاح بعد. إن الله يأمرك أن تذهب إلى بني قريظة. يبقى جاله أحيانا. فخد بالك إزاي؟ وأحيانا لم يأتيه اكتفاء بإن النبي عنده الأخبار كلها. فلا بأس يعني. خصوصا ان لابد الامور اللي فيها تشريع وفعلت في عصر النبي ان لا تغيب على النبي حتى لا يتاخر البيان عن وقت الحاجه. وتاخر البيان عن وقت الحاجه دي مساله في اصول الفقه، يقول لك لا يستحيل تاخر البيان عن وجه الحاجه، عن وقت الحاجه، والا يبقى كتم ما امر الله به ان يعلمه للناس، واكتمان الرساله والتشريع من النبي محال. واضح؟ وبالتالي يبقى لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فكونه هنا لم يبين دليل أنه لا حاجة للبيان لجواز الفعل. واضح المسألة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم